عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. تابعنا مع حضراتكم اول اشواط المهجنات الاصايل وادهشة من تحقق الفوز وناموس والانتصار مسلم بن علي بن دري المنصوري. نتمنى له التوفيق وكذلك التوقيت الافضل يتسجل مع ادهشة بتسع دقائق وثلاث وخمسين. فتهانينا على هذا الفوز والانتصار. المحليات الزمول الاصايل تنطلق ايها الحفل الكريم في هذه اللحظات وبهذه التحديات الرائعة والجميلة. آخذ مقدمة الشو. المركز الأول يتقدم أيضا شاهين سهيل بن عويضة بن سهيل الخيلي هو من يقدم شاهين على مقدمة الشو مع المركز الأول، بينما شاهين بخيت بن مسلم بن بخيت بن طاسه العامري يقدم شاهين. ويا مرحبا بشاهين، كذلك من الأسامي العملاقة والخطيرة التي شاركت في موسمها الماضي ايضا في اشواط مميزه وكذلك ايضا مراقبه. اتابع المركز الثالث. المركز الثالث ايها الحفل الكريم، ننتقل مباشره بصوت وصوره على مستوى المركز الثالث والحضور في هذه اللحظات وبهذه التحديات المميزه. يتقدم وياتي كذلك ايضا عتيم سالم بن محمد بن سالم الشامسي يقدم عتيم على مستوى المركز ايضا الثالث. رابع الاسماء حضور مع شاهين مبارك بن هضبان بن فالح الشامسي يقدم ايضا شاهين على المركز الرابع. المركز الخامس ايضا شاهين يتقدم ايها الحفل الكريم على مستوى المركز الخامس في هذه اللحظات. حمد بن عبد الله بن خزام العامري على مستوى المركز الخامس. هذه هي الأسماء وهذه هي أيضا مشاهد الكرام أيضا المشاركة وهذه هي أيضا الزمول. بعضها أيضا كانت تشارك في سن الثنايا ودشت مع أشواط القرانيس في هذا الصباح وفي هذا الموسم. نتمنى لها أيضا التوفيق في هذا الأبداع وبهذا التحدي والإثارة. ما شاء الله 4 كيلومترات يفصلنا عن الوصول وعن العبور في هذه الإدارة وبهذا الانطلاق المميز ما شاء الله وتبارك الرحمن. هناك نعود على مقدمة الشوط مع المراكز الأولى المتقدمة في هذه الإدارة، ولا زال شاهين على مقدمة الشوط مع المركز الأول يتقدم مع الصدارة. يقدم شاهين مع مقدمة الشوط في هذه اللحظات وبهذه ايضا التحديات ما شاء الله. هذا هو شاهين وهذا ايضا السهيل بن عويضه بن سهيل الخيلي، شاركنا بقلموده في صباح يوم الامس ونالت الفوز وناموس الانتصار مع سنه ثنايا، وكانت العصافه الابطال حتى وصولها الى خط النهايه. اليوم ياتي مع شاهين في هذه اللحظات على صداره الشوط وعلى المقدمه في هذه اللحظات وبهذا الابداع المستمر ما شاء الله. المركز الاول والثاني ايها الحفل الكريم، بقول ايضا المشاركه الاولى مع سن الزمول في هذا الموسم، بحيث ان تابعناها في الموسم الماضي مع سن الثنايا وايضا تشارك مع الزمول في هذا
الموسم وفي هذه اللحظات مع القرانيس الكبار. يا سلام عليه، شوف هناك انتصفت المسافة، انتصفت المسافة في هذه اللحظات، ولكن بدأ الزحف من الصفوف الخلفية. ما شاء الله، هناك تدخل أيها الحبل الكريم وتقدم من هذه الأسماء الحاضرة في هذا الانطلاق وبهذه التحديات المميزة. ما شاء الله، شوف لي هناك، وشوف لي أيضا تدخل مشاهدين العزاء من أيضا اللي هو ينضم في هذه الإثارة وبهذا الانطلاق المستمر. أيضا ارتقال وناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي بدأ بالوصول في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. هناك من الطرف الآخر بن خزام يبدو أنه بتدخل مشاهد الكرام، وتدخل من خلال تواجد أيضا وانضمام أيضا عتيم سالم بن محمد بن سالم بن حميد الشامسي. وأيضا هناك من الطرف الآخر هذا ما يبنى على طاري مشاهدين الكرام. خلونا باخذ العشرة في هذه اللحظات بحيث أنها قريبة من بعضها إلى بعض، وبعضها تقبرني أنجازاتها آخذ اسمها. هذا هو شاهين سهيل أو سيب سهيل بن كلثم الأخيلي، احتل المركز أيضا الخامس وباخذ المركز السادس. من الطرف الآخر أيضا وصول مع سمحان سلطان بن سالم بن حمد الاكتبي، وتدخل أيها الحبل الكريم من خلال تواجد صوغان السهيل بن قريع بن روس العامري، احتل المركز أيضا الثامن والمركز التاسع. بلقى مشاهد الكرام اللي هو مسعف ومبارك بن سعد بن سعيد بن ضحية العامري راعي وصال يشاركنا اليوم كذلك، بالذي هو يتقدم مسعف اللي بعده مع المركز العاشر. باخذ مشاهدين الكرام وتقدم مع اللي هو حملول سعيد بن محمد بن سليم العامري، ياتي كذلك بالاسود في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. ما ان شاء الله 20 كيلو متر يفصلنا عن الوصول وعن العبور نحو خط النهايه. ما شاء الله، ولا زالت هذه الزمول المحليات الأصايل تسير في هذا المسار وبهذا الانطلاق الرائع والأجمل. ما شاء الله، هذا هو شاهين بن عويضة، شاهين بن عويضة على مقدمة الشوط مع المركز الأول، ينطلق بهذا الانطلاق وبهذه التحديات. ما شاء الله، ابتعد 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 كلي، يبدو أنه في هذه الإثارة وبهذا الانطلاق الرائع والجميل. يقدم أيضا شاهين مع المركز الأول في هذه الإثارة. هناك مشاهد العزاء سهيل بن عويضة بن سهيل الخيالي على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع الرائع والجميل مع أول أشواط الزمول المحليات الأصايل. وشاهين بن طاسة بدأ بالتقدم في هذه الإثارة وبهذا الانطلاق الرائع والجميل. يقدم أيضا هناك شاهين أبو خيت بن مسلم بن طاسة العامري، يأتي بدوره في المركز الثاني في هذا الانطلاق وبهذه التحديات المستمرة. ما شاء الله، تبارك الرحمن، شوف التحدي وشوف الإبداع. ما شاء الله، بدينا في الالتفاف، بدينا بالاتجاه نحو خط النهاية، وهذه أيضا الزمول على مقدمة الشوط، ولا زال شاهين مع المركز الأول هو من يتقدم مشاهدنا الكرام في هذه اللحظات. سهيل بن عويضة بن سهيل الخيالي يتقدم مع المركز الأول، ينطلق بهذا الانطلاق، ولكن شاهين وصاحب الإنجازات أيضا حضوره مش في هذا الصباح للمشاركة، يبدو أنها المشاركة الأولى في هذا الموسم. نتمنى له التوفيق ما شاء الله. أيضا كذلك من الأسامي العملاقة والكبيرة في عالم الساحر انضمت في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. ما شاء الله وتبارك الرحمن، هذا هو شاهين مع المركز الأول ومع المركز الثاني أيضا شاهين. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا هو سهيل بن عويضة بن سهيل الخيالي يتقدم على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. ما شاء الله وتبارك الرحمن، نص الكيلو المتر الأخير في هذه اللحظات وبهذه التحديات المميزة. ما شاء الله، وهذا هو شاهين بن عويضة يتقدم، بدأ الشوط راس ويبدو أنه بينهي الشوط راس إذا يسمح شاهين. ما شاء الله بن طاسة، لكن خلاص يبدو أن مشاهد الكرام نقترب من خط النهاية وملامح الناموس بدأت تظهر مع بن عويضة في هذه اللحظات مع شاهين سهيل بن عويضة بن سهيل الأخيلي يتقدم. الجموع في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع على الصدارة وعلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات مع أول أشواط الزمول المحليات الأصايل. نتمنى له
التوفيق، لكن وصول وتقدم مع اللحظات الأخيرة. خلاص شاهين بن عويضة تهالينا والناموس، شاهين احتل المركز الثاني، وقدم أيضا أبخيت بن مسلم بن أبخيت بن طاس العامري العصافة الأبطان، شكرا على هذه المشاركة. المركز الثالث تقدم أيها الحفل الكريم في هذه اللحظات من خلال تواجد أيضا شاهين حمد بن سهيل بن محمد بن هدف العامري، والمركز الرابع يبدو أن هناك عند أيضا مبارك بن سعد بن سعيد مضحية العامري اللي هو انضم مسعف أو شاهين بن كلثم. أيضا هناك تدخل مشاهد الكرام في هذه اللحظات، وبترك إلى أعضاء خط النهاية، بعود إلى توقيت إلى مقداره 9:56. تهالينا والناموس على فوز شاهين السهيل بن عويضة بن سهيل الأخيلي.